السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه طبخ سميه. الى اول مره كتشاهدوا القناه فادعوكم الى الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. اليوم ان شاء الله غادي نقوموا بتحضير واحد الخبز الماني كيجي اكثر من رائع، واخا الطريقه ديالو عجيبه ولكن النتيجه ديالو روعه فعلا. فهاد الخبز ديال البريتزل الماني وكيجي اكثر من رائع. ودابا غادي نبداو بمقادير ديال العجين. بالنسبه للمقادير ديال العجين فغادي نحتاجو 400 غرام من الدقيق الابيض الفورس، ما يعادل زلافه ونص. غادي نحتاجو 21 غرام من خميره الخبز. غادي نحتاجو ملعقه من السكر، وغادي نحتاجو ملعقه من الملح، ملعقة من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نحتاجو واحد نصف كأس من الحليب، حليب بارد ما ضفيتوش. وغادي نحتاجو الماء الدافئ. غادي نبدأ أولا في العجن. عاد غادي نبدأ في إضافة الماء بالتدريج، كندوبو ديك الخميرة في الماء الدافئ. فما غاديش نحتاجو شي كمية كبيرة ديال الماء، فقط واحد نصف كأس أو كأس لا ربع. غادي نعجنو العجين، ويمكن لكم كذلك تعجنو العجينة كلها بالحليب الدافئ أو كتخلطو الحليب مع الماء حسب الرغبة ديالكم. فغادي نعجنو العجينة جيدا وغادي ندلكوها. هذه هي العجينة ديالي اخواتي بعد ما عجنتها، فكيف ما كتشوفوا كتكون بهذا الشكل رطبة وفي نفس الوقت ما كتلصقش باليد بحال العجينة ديال المسمن تماما. دابا غادي نغطيها ونخليها ترتاح مدة ديال ربع ساعة، من ربع ساعة حتى 20 دقيقة، ونتلاقاو باش نكملوا الوصفة ديالنا. وبعد ما ارتاحت العجينة كنخليوها كترتاح من 15 حتى 20 دقيقة. دابا غادي نقوم بتقسيمها. كناخذوا العجينة بهذا الشكل، فالعجينة كتجي طرية ورطبة رائعة، وما كنحتاجوش فيها كيف ما قلت لكم بزاف ديال الماء. فأنا استعملت نصف كأس فقط من الماء مع 400 غرام ديال الدقيق. غادي نقسمها بهذا الشكل كرات صغيرة، وبعد ما قسمت العجين كيف ما كتشوفوا، فأنا خليت واحد ثلاثة الكرات شوية كبيرة على الكرات الأخرى. غادي نوضع هذه الكرات الأربعة الصغيرة في اللاطة، كنحاولوا نقرصوهم غير واحد شويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. فقط واحد شويه. وبالنسبه لهاد القطع ديال العجين اللي بقات عندي، فغادي نشكلها على شكل باغيت. غادي نرش سطح العمل بقليل من الدقيق باش ما كتلصقش العجينه، وغادي نسرحها بهذا الشكل. فما كنحتاجوش كمية كبيرة من الدقيق، فقط القليل. ثم غادي نلويها بهذا الشكل، وكنحاول نسدها في هذه الجوانب باش ما كتحلش. كنوليو نسرحوها شويه، كنحصلوا على باغيت بهذا الشكل. غادي نشكل معكم واحده اخرى.
وهو الخبز ديالي بعد ما شكلته كيف ما كتشوف. فانا درت 4 القطع ديال الخبز وثلاثة على شكل باغيت. دابا غادي نغطي هذا الخبز ديالي وغادي نخليه يرتاح مدة نصف ساعة. وبعد مرور نصف ساعة كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الخبز ديالي غادي نوضع في واحد الإناء الماء، غادي نخليه حتى كيغلى. غادي نقوم بسلق الخبز فقط واحد 30 ثانية، كل خبزة غادي نسلقها فقط واحد 30 ثانية ثم غادي نرجعها للاطا. فالطريقة غادي تجيكم غريبة ولكن النتيجة ديال هذا الخبز كتجي رائعة جدا، كنتمنى تجربوا فعلا. فغادي نحتاجوا بالنسبة للماء غادي نحتاج واحد ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات، يمكن لكم تعوضوها بكربونات الصوديوم، ولكن انا كنفضل انني نوضع خميرة الحلويات. غادي كيف ما كتشوفوا غادي نوضع واحد الملعقة كبيرة بهذا الشكل، وضروري تخليوا الماء كيغلى جيدا حتى يبان لكم انه كيغلى، ودوك الفقاعات كيطلعوا ديال الماء المغلى. دابا غادي نوضع قطعة من الخبز بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول نغطسها قليلا بهذا الماء. غادي نخليوها فقط واحد 30 ثانية او اقل، غير واحد شوية بهذه الطريقة. فهاد المرحلة تجيكم غريبة شوية ولكن صدقوني النتيجة ديالها رائعة، فانا جربتها وقررت انني نشاركها معكم في هذا الفيديو. فصافي فقط غير واحد شوية. دابا غادي ناخد قطعة ديال الخبز، قطعة ديال العجين مازال عجينة، غادي نوضعها نرجعها للبطة ثم غادي نستمر بنفس الطريقة. تنسالي جميع القطع اللي عندي. وبعد ما انتهيت من سلق الخبز ديالي كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ناخذ واحد السكين اللي غتكون حاده، غادي نقوموا بوضع واحد الخطوط بهذا الشكل. وبعد ما شكلت الخطوط في الخبز ديالي كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندخلو الفرن على 200 درجة. كنشعل الفرن من الفوق ومن الاسفل، وبالنسبة اللي كيتوفر على فرن غازي فكيوضعو من الفوق وكتكون نور من الاسفل حتى كيتبان انه تحمر من الاسفل ثم كنحمروه من الفوق. كيف ما كتشوفوا فانا كنتوفر على فرن كهربائي. انا وضعت اللاطا بهذه الطريقه في الوسط وغادي نخليه، شعلت له من الفوق ومن الاسفل وغادي نخليه كيطيب حتى كيبان لي انه كيتحمر، ونتلاقاو باش نشوفوا الخبز ديالنا. وهذا هو الخبز ديالي اخواتي بعد ما طاب وخرجته من الفرن، فكيف ما كتشوفوا كيجي رائع جدا ومحمر جيدا، وهذه الطبقه اللي من الفوق كتجي مقرمشه كيف ما كتشوفوا، وكذلك الباغيت ديالنا كيجي زوين بزاف ورائع، يصلح هكا للساندويتشات او كيف ما كتفضلوا. فغادي نحل لكم وحده ونوريكم الشكل ديالو من الداخل. كيف ما كتسمعوا صوت القرمشه كيجي مقرمش ورائع من الداخل. وكان هذا هو الخبز اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات، وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش تشجعوا القناه وتشجعوني على الاستمرار، لان القناه فعلا محتاجه للدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. وخليوا لي التعاليق ديالكم اسفل الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعموا الفائده. وشكرا على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.